قصف بالطيران الحربي على مدينة مورك بريف حماس الشمالي. قصف بالطيران الحربي على مدينة مورك بريف حماس الشمالي والدخان يتصاعد. 18/10/2014 ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. قصف بالطيران الحربي على مدينة مورك بريف حماس الشمالي والدخان يتصاعد. 18/10/2014 هنا غارة منذ قليل في هذا الاتجاه، وهنا غارة بالطيران الحربي. 18/10/2014